إذن مشاهدينا، نبحث اليوم في حصادنا الإخباري ملف انكشاف زيف شعارات من يصف نفسه بمحور الممانعة الذي تتزعمه إيران بعد خذلهم المقاومة الفلسطينية. لأجل ذلك ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول المتخصص في الشأن السوري ياسر النجار. أستاذ ياسر، مرحبا بكم، حياكم الله. لنبدأ من كشف الصحافة الأمريكية عن صفقة عقدها رئيس الحكومة في العراق محمد الشاع السوداني مع زعماء الميليشيات لوقف هجماتها على القواعد الأمريكية. هذا حصل مقابل الحصول على ضمانات من واشنطن بعدم قصف معسكراتهم. في هذا الإطار، كيف يمكن للميليشيات أن تسوق نفسها بأنها جزء من محور المقاومة وأنها تدعم القضية الفلسطينية بعد انكشاف هذه الصفقة أستاذ ياسر؟ مساء الخير لكم ولمشاهديكم. أعتقد أن رئيس الحكومة العراقية محمد الشياع السوداني ليس بموقف سهل، ويريد من جهة أن يقنع الولايات المتحدة الأمريكية بأنه يمضي قدما من أجل امتصاص حالة الاستفزازات التي تقوم بها ميليشيات غير منضبطة من الحشد الشعبي والتي تأتمن بأوامر الحرس الثوري الإيراني، ومن جهة أخرى هو لا يستطيع الضغط على هذه الميليشيات بشكل كامل. صحيح أنه القائد العام للجيش والقوات المسلحة، ولكن بالنتيجة هذه الميليشيات تأخذ أوامرها من الذي أنشأها أول مرة والذي تتبع له بشكل طائفي، وأنا أتكلم عن الحرس الثوري على وجه التحديد. إذا بالنتيجة محمد شياع السوداني يريد أن يوصل رسالة أنه لا يزال طريق التفاهم ما بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية ماضي، وأنه يستطيع الضغط على الميليشيات، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم حقيقة مدى إمكانية ضبطه لهذا الأمر. بالنتيجة الولايات المتحدة الأمريكية تعلم أيضا أن هذه الميليشيات عندما تأتمر بأوامر إيرانية وتضرب وتستفز القواعد الأمريكية إنما هي بسبب إيصال رسائل إيرانية. إيران حتى هذه اللحظة لم تنجز الاتفاق النووي الجديد بينها وبين الحزب الديمقراطي. هذا الحزب الديمقراطي مع بداية الغد 2024 سيبدأ بحملته الانتخابية للانتخابات الرئاسية القادمة، وبالتالي سينشغل عن الملف التفاوضي، والجميع يعلم أن وضع الحزب الديمقراطي ليس بسهل بالعملية الانتخابية، وبالتالي فيما إذا نجح الحزب الجمهوري وعاد ترامب من جديد فأعتقد أن الإيرانيين لن يكونوا بوضع جيد في هذا الأمر، لذلك هم يحرصون أكثر حرصاً على إنجاز وإنفاذ هذه الاتفاقية قبل ذلك بكثير. رئيس حكومة كردستان العراق يعني قال بأن جهات خارجة عن القانون يقصد بها الميليشيات تستخدم أموال الدولة لشن هجمات على أربيل. مراقبون أكدوا أن هذه الميليشيات هي معلومة لجميع شركاء العملية السياسية في العراق ومعلومة أيضا للسوداني، ولكن مع هذا يتهرب السوداني من تسميتهم. ما السبب برأيكم أستاذ ياسر؟ لا أعتقد أن العراق لا يخفى على أحد حالة الاستفزازات وعدم الضبط بالنسبة للمؤسسات الدولة، وأيضا حالة يعني الانفلات الأمني. كل هذا يعني لي أن الميليشيات لا تزال تصدر رسائل بأنها هي الفاعل عسكريا بشكل أكبر، هي تستطيع أن تضرب المعسكرات الأمريكية، هي تستطيع أيضا أن تستفز الجار في الشمال العراقي، أتكلم عن أهلنا العراقيون الذين يقتلون في شمال العراق. إذا بالنتيجة محمد شياع السوداني والحكومة العراقية حتى هذه اللحظة هي بعيدة كل البعد عن الضبط للمسافات الأمنية وحالة الاستقرار. لا يخفى على أحد أيضا أن إيران هي التي تستطيع أن تضبط هذا المسار. بالنتيجة أعتقد أن إيران ليس من مصلحتها حتى هذه اللحظة أن تشعر النظام الدولي بأن العراق في حالة استقرار، هي تريد أن توصل رسالة مفادها أنها تستطيع أن تتدخل، ولكن هل هذا التدخل يفيد المصلحة العراقية إطلاقا؟ هل هذا التدخل يفيد الشعب العراقي إطلاقا؟ لذلك أعتقد أن إيران لا تستطيع المضي بذلك بشكل مستمر، كون أن الشارع العراقي لن يقبل بمزيد من هذا الانفلات. أستاذ ياسر، في سوريا إذا ما أخذنا جانبا وتحدثنا في الشأن السوري، في سوريا لم نجد محور للمقاومة ولم نرى دورا في الحرب على غزة وحتى في الجولان المحتلة، ولكن لماذا أو ما الذي يمنع النظام، نظام بشار الأسد والميليشيات، من توجيه ضربة للاحتلال أو حتى الرد على انتهاكاته المستمرة، حيث أن سوريا تتعرض دائما لقصف بالصواريخ من خلال طائرات الاحتلال يطال
عدد كبير من المناطق في سوريا، وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن رئيس النظام السوري أو ما ينوب عنه أو المتحدث باسم الحكومة في سوريا يقول نحن نحتفظ بحق الرد منذ أكثر من 10 سنوات. يعني أولاً بالنسبة للضربات العسكرية الإسرائيلية في العمق السوري فهي مركزة على المناطق التي يتمركز بها ميليشيات إيرانية وحزب الله، هي تتمركز في المطارات العسكرية التي تنقل السلاح الغير منضبط باتجاه حزب الله، هي أيضا تركز على المناطق التي يتم فيها التصنيع الصناعة العسكرية التي تسيطر عليها وتشرف عليها ميليشيات حزب الله والميليشيات الحشد الشعبي. إذا بالنتيجة ما يحصل في الأراضي السورية فقط هي المسمى أراضي سورية، ولكن عملية هي عملية تجاذب ما بين الحالة الإيرانية أدوات إيران وما بين إسرائيل، وبالتالي سوريا هي مسلح للعمليات وليست هي مستهدفة بهذه العمليات. هذا ابتداء. الأمر الثاني، بشار أسد كمنظومة كادت أن تسقط لولا أنها وطدت علاقتها وأرسلت رسائل باتجاه إسرائيل بأنها هي التي تضبط أمن إسرائيل على الحدود في الجولان منذ اتفاقية إيقاف إطلاق النار، وبالتالي أنا أعتقد أنه منذ 73 وحتى اليوم لنظام الأسد الأب والابن فضل على إسرائيل بضبط هذه الحدود، لم يتغير هذا الأمر حتى بعد قيام الثورة السورية. أصدر بشار أسد منذ البداية بأن مصلحة الآخر إسرائيل الكيان الاحتلال مصلحته في إبقاء بشار الأسد، ولم تخفي إسرائيل هذه التصريحات، وجد أن هناك تصريحات رسمية بخصوص ذلك مع بداية ما يعرف مع حملة يعني العدوان الإسرائيلي بعد عملية 7 أكتوبر. سارع بشار الأسد عبر الوسيط الإماراتي إيصال رسائل إلى إسرائيل بأنه غير معني بهذه العملية وأنه لن يسمح للميليشيات الإيرانية بأن يكون لها دور استفزازي من ضمن الأراضي السورية، وهذا ما وجدناه على أرض الواقع. إذا بالنتيجة إيران أعفت نظام بشار الأسد بحجة أن هذا النظام خرج من معارك حديثا وأنه منهك من الناحية العسكرية، ولكن حقيقة الأمر إيران تريد أيضا إبقاء بشار الأسد حتى لو كان مسرح العمليات في سوريا لا يتسبب بالضغط على إسرائيل من أجل إتمام الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني. عبر سكاي من إسطنبول المتخصص في الشأن السوري ياسر النجار، شكرا جزيلا لكم.